للمرة الأولى وبحضور نجوم كبار، قدم في مدينة السويداء عرض مسرحي يحاكي الواقع ويلامس الهموم بطريقة كوميدية أدخلت البهجة والسرور في قلوب الحضور. المسرح هذا الفن الصادق اللي دائما بيقدم الأمور اللي بتحاكي الناس وبتكون قريبة منهم، مشان هيك أنا بشوف التجربة اليوم تجربة كتير مهمة، تجربة أنه يجتمعوا هذول الشباب ويكون عندهم هذا الطموح وهذا الإصرار ليعملوا تجربة مسرحية ضمن هذه الظروف. بدينا هي الفكرة بدك تقول من شيء، يعني نحن انطلقنا من طلعنا من الشيء التقليدي، جينا لهيك فكرة عمل بتروح له هو حمام من أربع أبواب، فرحنا لهاي الفكرة. نحن جينا على مرآب للسيارات، سوينا مدرجات وبنينا اللوكيشن العمل. العرض يهدف إلى إحياء المسرح من جديد وتسليط الضوء على أهميته وإبراز دوره الكبير في شتى المجالات، كما تميز العرض بوجود مواهب شابة بهدف تشجيعها وتطويرها وصقلها. المسرح يعني هو بحر وبحث ويعني وإعادة صياغة للحياة، وأنا بالمناسبة رح أحيي كل حدا وكل فرد موجود بهاي الأشخاص. من زمان افتقدنا نشتغل مع ناس حالمين يعني وبهيك وهاجسون الفن. أنا كتير سعدت وسررت بهاي التجربة اللي أنا طبعاً أنا شاغل عروض مسرحية كتيرة، يعني خليني أقول إلى حد ما، لكن هاي المسرحية كان لها هيك وقع خاص عندي، تجربة جديدة إلي أنه بهذا المكان الغريب على إيمان ومسرح نحن عملنا مسرح. أنا حبيت هاي التجربة. المسرح أبو الفنون، حقيقة لا يستطيع أحد أن يتجاهلها أو يلغيها، الأمر الذي يتطلب من المعنيين تقديم الدعم اللازم لإحياء هذا النوع من الفنون وإعادته إلى تألقه. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء.